نادرة اسمها كرة الجزائر. تمشي كرة طويلة خطيرة جدا، التسديدة عالية وهدف، عالية وهدف. الجزائر تفتح باب التسجيل، تفتح باب التسجيل في الدقيقة 40. هدف أول الخضر، الله الله الله، في وقت الحديث عن العملة النادرة كرة الجزائر. الخضر يسجلون 1-0 لمنتخب الفنك. هدف كان مباغت، هدف كان بضربة مفاجئة. شوف فرحة الجزائر.